هعمل النهارده رز بالسي فود. تقول لحضراتكم المكونات: كريمه لباني، مرقه خضار، فلفل ابيض، جبنه بارميجان، بصل، رز عادي خالص مصري ما فيهوش اي حاجه، سمك وكاليماري وجمبري. طبعا الرز ده هياخد له مثلا ربع ساعه على النار، فانا ببقى مجهز منه طبق جاهز، لكن هوري حضراتكم الطريقه بالظبط ازاي بتتعمل وايه، وهنمشي فيها واحده واحده. هقطع الاول بصل كده، نقول مثلا 3 معالق زيت زيتون. طبعا الماده الدهنيه اللي بتحبوها تقدروا تستعملوها زيت نباتي، سمنه، زبده، زي ما انتوا عايزين. عاده انا بستعمل زيت زيتون لانه يعني مفيد، ولو حد بيتبع نظام غذائي بيبقى بالنسبه له كويس قوي. ممكن على ما الزيت يسخن اصغر البصل شويه كمان، وبس هديله يعني مش عايزه ياخد لون، عايزه بس يبتدي يطلع الميه اللي فيه. ممكن غالبا هيكون الزيت ابتدى يسخن دلوقتي، لسه قدامه شويه، ما نقلقش خالص ما دام ما بنحمرش يبقى مفيش مشكله. يعني احنا بنقلق ليه لما نحط حاجه في الزيت والزيت يبقى لسه ما سخنش؟ ان احنا بنقول انها هتشرب زيت، ما دام احنا كده كده مش قلقانين ان احنا حاجه بنحمرها، فمش مشكله خالص ان هو يبقى لسه مش ايه، الزيت ما سخنش قوي وعلى طول سخن كمان اهو. هاخد شويه ملح دلوقتي علشان اطلع الميه اللي جوه البصل، وعلشان لما بنعمل كده كمان نخليه يعني مش بنسبكه بس بنخليه يطرى شويه، ما بيحماش على الصدر. عاده لو تساب كده بصل اتاكل على طول كده بيبتدي يحمى على الصدر. هبتدي ايه اقلب، وبعد كده هاخد الرز، خلي دي جنبي علشان يبقى المعيار بتاع الميه. طبعا انا هحط سي فود، هحط مكونات سي فود، فمعنى كده ان انا هزود سنه الميه شويه. انا هستعمل النهارده مرقه خضار، لو احنا شغالين ورقه خضار خلصت يعني ما كفتش الكميه اللي احنا بنعملها، نزود عليها ميه من الحنفيه، او ميه يعني لو بنشرب ميه من الحنفيه ممكن، لو ما نستعمل ميه نوع تاني نقدر نستعملها برضه. دلوقتي كده كده انا هسيب السي فود كله على النار، فما عنديش مشكله احط ايه قبل ايه، فاحطهم كلهم مره واحده. ممكن ناخد معلقه او شوكه او اي حاجه. طبعا لو بنعمل حاجه تانيه ممكن، لو يعني لو بنعمل اكل سي فود سوب، شوربه سي فود، بنعمل مثلا سلطه كاليماري وجمبري، بنحط الحاجه اللي بتستوي تاخد وقت في السوى اكتر بنحطها الاول. يعني ايه؟ يعني نحط مثلا لو معانا سمك وجمبري هنحط السمك قبل الجمبري علشان يبتدوا يستووا الاثنين في نفس الوقت. هقلبهم كده، انا حتى سايب السمك بنفس حجمه، وسعت له مكان في النص كده علشان يقدر ان هو يستوي. طبعا في البيت لو الفرن، اسف، لو البوتاجاز اللي عندكم في البيت نار دايركت يعني شعله، لما بنوسع كده بندي فرصه اكتر ان ايه السي فود، او لو حتى ممكن نعمله بالفراخ او باللحمه، ان هو هيستوي وهيوصل له نار. احط بقى فلفل ابيض، واحط ملح تاني. نفتكر بقى الحته دي، لو ظابطين المرقه يبقى نخلي بالنا من الملح، يعني ما نزودش الملح قوي. بمعنى لو المرقه عندي انا محيقها مظبوط يبقى ما فيش داعي خالص ان انا احط الملح اللي انا حطيته ده. هفضل بقى اقلبهم كده لمده مثلا 3 4 دقائق بالمنظر ده كده، لحد لما ابقى وصلت كل حاجه، يعني كل المكونات امتزجت مع بعض. انا حطيت بصل وزيت وملح وفلفل ابيض، محتاج ان انا اتاكد ان كل حته جمبري، كل حته كاليماري، وكل رزايه تقريبا وصل لها الطعم اللي انا عملته ده. الجبنه البارميجان والكريمه اللباني دول هيبقوا في الاخر، بعد ما هطلع الطبق هحط عليها من فوق الكريمه اللباني، وبعدين احط عليها الايه، الجبنه بارميجان، وشويه شبت بقى لو في عندنا خضره نقدر نعملها كده. انا اقدر دلوقتي اشوف المعيار هيبقى مظبوط ولا لا. هنزود كده، هنقلب الرز عاده علشان تضمنوا انه هيبقى كويس. سيبوه 5 دقايق بالحله مفتوحه، وبعد كده طبعا هنوطي عليه النار، وبعد كده نغطي عليه النار، نغطي الغطاء ونوطي عليه النار، ونسيبه 10 دقايق او ربع ساعه او ثلث ساعه على حسب الكميه.